بيجي لي ناس تقول لي ده انا بس حسيت وجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. النسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. النسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا، لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للنسور دلوقتي زي ما نقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل النسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. النهاردة حلقة من الحلقات المتفردة، مش متكررة كتير، عشان كده بقول لكم أنا بدعوكم للانتباه والاستماع بانتباه شديد جدا، لأن احنا نتكلم على البواسير، وهذا موضوع علمي أولا هو منتشر جدا، ثانيا الثقافة عنه أو المعلومات المتوفرة عند الناس عنه ثقافة أنا بتالينا لسه قدامها شوية عشان تتفهم أكتر. أنا خايف أقول لكم المعلومة دي، لكن طالما خفت يبقى هتلاقوني بنطلق، ما بخافش إن أنا يعني أقول المعلومة، لأنه لازم نفهمها ولازم نعرفها وهي واقع. المعلومة بتقول إنه إهمال البواسير قد يؤدي للإصابة بالسرطان. كلمة مخيفة جدا جدا، بس معلومة دقيقة للغاية. أولدريج برجمان ده البروفيسور الشهير في براغ، وده قال إنه البواسير مرض فيه كمية كبيرة من الدم بتتدفق في الأوردة في منطقة الشرج، وده بيؤدي إلى ارتفاع الضغط في هذه المنطقة، محدثاً حالة من التمدد والتورم، يصعب بعدها عودة الأوردة أو عودة الدم إلى أوردة الطبيعية ومسارها الطبيعي في البطن. ده ممكن جداً يؤدي إلى مشاكل خاصة بالإريتيشن المستمر، والمستمر يعني الاستثار المستمر للأنسجة، وده ممكن يؤدي إلى انقلاب في طبيعة النسيج من الحالة الطبيعية إلى الحالة اللي نقدر نقول عليها في طريقها إلى التسرطن أو السرطنة أو إنها تقلب إلى خلية سرطانية. عشان كده بقول تاني أن إهمال البواسير أمر في منتهى الخطورة لأسباب عديدة، هذا جزء منها، لكن افهموا التفاصيل الأكثر دقة من القادر بشكل أدق مني مليون مرة أنه يتوصف هذه التفاصيل ويوصفها بشكل علمي تفصيلي مهم ومبسط كمان تفهمه كويس جدا. ضيف العزيز قيمة علمية كبيرة واسم لامع، والحقيقة على المستوى الشخصي أنا ببقى سعيد جدا باستضافته وببقى سعيد جدا بعمله، يعني تريد مارك مميز جدا في هذا المجال، وحالة من الحالات العمل الجماعي، حالة من حالات العمل المتميز جدا بيتميز بيها هذا الاسم المتميز الكبير الأستاذ الدكتور محمد النجار. أهلا بك دكتور. أهلا بيك سليمان، منورنا وسعداء بهذه الزيارة. الله يخليك تغيرك. حتى مخيفة اللي أنا قلتها دي. جدا مخيفة جدا حقيقة، يعني وزي ما حضرتك وصفت بالظبط كده، إن الكرونيك إريتيشن أو إن الالتهاب المزمن في أي منطقة من الجسم، خلي بالك احنا كنا زمان نقول ان المريض اللي عنده ارتجاع في المريء كل شويه، الحمض بتاع المعده لما يطلع على جزء من المريء بشكل مستمر او حاجه، ده بيغير زي ما حضرتك قلت بالظبط، يغير طبيعه النسيج، وبالتالي يبقى عرضه انه يبقى عنده سرطان في هذه المنطقه. بالظبط بالظبط، ده اللي بيحصل تحت في اخر الجهاز الهضمي او في اخر القناه الهضميه، منطقه الشرج المستقيم. اذا كان المريض عنده بواسير بشكل مستمر وبشكل مهمل، يعني حتى هو بيتحاولش يتعالج ولا حتى بيحاول يغير حتى اللايف ستايل اللي بياكل بيه واللي بيقعد بيه وكلام زي كده، فعندنا حاله من حالات الالتهاب المزمن في هذه المنطقه، وبالتالي الكلام مظبوط 100% ممكن يؤدي الى الاصابه بالسرطانات في هذه المنطقه الحرجه جدا واللي دمها تقيل الحقيقه. يعني دعنا نذهب الى حوار شديد الاهميه حول البواسير، وزي ما انا قلت هذا الحوار متفرد، مش هتسمعوه في البرنامج تاني، مش تسمعوه كتير، لكن حاله شائعه جدا، مش تسمعوه في الاعلام، لكن كفي الحياه كل عماره كل بيت دلوقتي قد يكون في واحد عنده حاله او درجه من درجات البواسير او
انجوينج انه ممكن يجي له بواسير. تعال نفهم هذا الحوار بالتفصيل في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ البواسير مرض مزمن، البواسير لا تعرف التفرقة بين الرجل والمرأة، أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ أبيض 100%، البواسير مرض مزمن لأنه إحنا بنشوف عيانين خلي بالك عندها بواسير بقالها 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنة وأكتر من كده بكتير. البواسير تصيب الرجل كما تصيب المرأة بالضبط، يمكن أكتر شوية عند السيدات بحكم الحمل وفترات الولادة وحاجات زي كده، لكن موجودة في الجنسين، موجودة عند الرجل وموجودة عند المرأة. البواسير حاجة مرض أنا أعتقد أنه مرض سخيف لأنه قد يعطلك عن حياتك، قد يخليك تقعد في البيت لفترات طويلة حتى وانت شغال ما تبقاش يعني مركز في شغلك أو حاجة. البواسير ليها 4 أنواع، درجة أولى أو 4 درجات، درجة أولى ودرجة تانية، درجة ثالثة، درجة رابعة. إذا حاجة شايف كده البواسير قد تبدأ في الأول فوق الدنتيت لاين، فوق الجزء العلوي من القناة الشرجية، فتبقى بواسير من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. إذا سيبنا الحكاية وما تعالجناش وفضلنا مستمرين نعمل نفس المشاكل اللي بنعمل، نفس العادات الغلط اللي بناكل بيها، نفس العادات الغلط اللي بنقعدها وهكذا، تزيد شوية تبقى من الدرجة الثالثة، تبقى من الدرجة الرابعة. مع مرور الفضلات في القناة الشرجية ده كمان يزود حجم البواسير، فتبقى بواسير من الدرجة الثالثة تكبر شوية أو من الدرجة الرابعة اللي هي خارجة من الشرج، ودي تبقى بواسير متدلية، يعني المريض حد يشوفها يعني المفروض إنه يبقى فتحة الشرج مفيش حاجة خارجة منها، لكن إذا كان حاصل وجود ورم داخل او حول الشرج فاحنا ده بنسميه البواسير من الدرجه الرابعه، وبالتالي هي تصيب الرجل والمراه على المستويين. حقيقه الشرخ الشرجي من الامراض المالوفه وممكن يسبب بعض العادات او يتسبب في بعض العادات الصحيه او الخاطئه الخاصه بالانسان. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض 100%. وخلي بالك احنا هو السبب الرئيسي في تكوين الشرخ الشرجي او البواسير هو الامساك. والامساك عمره ما فيش حد هيبقى ياكل غذاء صحي على مدار اليوم عباره عن فايبرز وفي خضار وفاكهه وكلام زي كده ويشرب ميه كتير ويحصل له شرخ شرجي. شرخ شرجي زي ما حضرتك شايف هو قطع داخل الغشاء المخاط في الشرج، حته مجروحه. طب الحته المجروحه دي اتجرحت ازاي؟ اتجرحت لما كان مريض اثناء دخول الحمام عنده امساك بزياده شويه بيحاول يخرج الفضلات لكن الموضوع صعب شويه، فراح حته من الميكوزا او من الغشاء المخاط في الشرج حاجه مجروحه، جرح زي ما نجرح في ايدينا كده بالظبط. لكن اذا المريض، ودي معلومه مهمه قوي بقى، اذا المريض خد علاج في اول 6 أسابيع من حدوث هذا الشرخ يبقى اسمه شرخ شرجي حاد اكيوت انال فيشر، ويتعالج بالدواء وينساه ولا يحصل اي حاجه ولا يعمل عمليات طول حياته. لكن اذا المريض عدى هذه الفتره اللي انا اسميها الفتره الذهبيه بقى اللي هي 6 أسابيع دي وما خدش علاج او خد علاج غلط، راح للصيدلي فقال له انا عندي وجع، راح جاي مديله مثلا علاج للبواسير مثلا على سبيل المثال. علاج البواسير هو ضد اليه التئام الشرخ الشرجي تماما. احنا قلنا ان البواسير هو وعاء دموي متمدد، يعني وعاء فيه دم زياده، علشان يخف لازم نديله ادويه تقلل الدم اللي رايح. طب الشرخ الشرجي ده جرح، عشان يخف لازم الدم يمشي بزياده، يحمل انسجه بزياده فيلتئم. وبالتالي لو واحد عنده شرخ وخد علاج للبواسير يخف، بالعكس ده يضر اكتر طبعا يعني. فيبقى الشرخ الشرجي انا موافق على السؤال 100%، العادات الغذائيه تسبب الامساك والامساك يسبب الشرخ الشرجي 100%. الشرخ الشرجي مرض لا يعرف السن، قد يصيب الكبار، قد يصيب ايضا الصغار. طبعا 100%. هو بالظبط كده، احنا عندنا مرضى عندهم 70-80 سنة مع كبر السن شويه بقى في لاكستي شويه، هو ما بيتحركش بالشكل المظبوط، بدات امعاءه كمان تكسل فبدا يجي له امساك. اذا جاله امساك يجي له شرخ شرجي. وبنشوف اطفال عندها سنه وسنتين وثلاثه مع بدايه ان الامهات بتحاول تبدا تاكلهم اكل، فيمكن في بدايه تطعيم الاكل كده حاجه مش مظبوط او حاجه هو مش قادر يهضمها كويس فيجي له امساك فيجي له شرخ شرجي. هو كلمه السر هنا الامساك. اذا حصل امساك بشكل عنيف يحصل شرخ شرجي، وبالتالي هم اكتر فئتين عرضه للحكايه دي، الصغيرين قوي والكبار قوي. النسور الشرجي من اكتر الامراض المستقيميه او امراض المستقيم يعني ازعاجا والما. الحقيقه كده، وهو النسور ده اصله سخيف يعني، ولان احنا في عياداتنا بنقابل كميه كبيره جدا من الناس عندها نسور شرجي، خاصه ان احنا بنستطيع ان احنا الحمد لله دلوقتي في مصر نعالج النسور الشرجي باستخدام الليزر زي ما هنشوف كمان شويه اذا امكن. النسور الشرجي سخيف لان عملياته سخيفه،
وبتعتمد على ان احنا نقطع النسور. هو نسور يعني فتحه بجوار الشرج متصله بفتحه اخرى داخل الشرج، ما بينهم في قناه، بينهم في تراك. هذا التراك او هذه القناه غير قابله للالتئام، جدرانها غير قابله للالتئام، فما بيخفش. ما واحد يقول فتحه وفتحه، طب ما نقفلهم على بعض ونخلص. لا، هذه القناه غير قابله للالتئام. بيحصل زي ما يكون في بدايه الحكايه كالتهاب في بعض الغدد الشرجيه، فيحصل هذا التراك اللي بيحصل يجمع بره بخراج او حاجه زي كده. يبقى عندنا فتحه بره فتحه جوه بينهم هذه القناه اللي دمها تقيل قوي. وقلنا لما نيجي بقى نعمل عملياتها زمان كنا لازم نقطع هذه الحكايه، نفتح السقف بتاع القناه دي ونشيل الجدران بتاعه القناه. لكن الحقيقه كنا بقابلنا مشكله كبيره قوي، ان القناه دي داخله جوه عضلات، العضلات دي هي المسؤوله عن التحكم في التبرز. يعني هل يجوز ان انت تقول لمريض ان احنا هنعمل عمليه بس في ريسك ان يحصل في فرصه خطر انه ممكن انك تبقى انكونترنت، انك يبقى عندك عدم تحكم في البرص؟ الحقيقه كان زمان ما عندناش اليه لهذه الحكايه يعني. فكنا نقول للمريض كده، وحتى المريض كان يمضي على الكونسنت كده على اقرار العمليه انه وارد ان يحصل حاجه زي كده. الحمد لله يعني انا بحمد ربنا الحقيقه يعني الف مره ان بقى في دلوقتي حاجه اسمها فيلاك، ان بقى في حاجه اسمها فيستولا تراك ليزر كلوجر، بقى في علاج للنسور باستخدام الليزر. الحقيقه حاجه متقدمه جدا جدا. و يعني اذا حد قرا كده في التكست بوك بقى من اول 2015 كده وانت طالع لما يجي يتكلموا على البري انال فيستولا دي او نعالجها ازاي، يقول لك ان النسور الشرجي اصبح الان يعالج باستخدام الفيلاك في مراكز محدوده جدا على مستوى العالم. ويكتبوا كده في التكست. يعني الحقيقه احنا نفتخر جدا الحمد لله احنا بنستطيع ان احنا نعمل الحكايه دي باستخدام الليزر. تعتمد على ايه بقى؟ تعتمد احنا نخش جوه التراك. في التراك العلوي قد نركب سيتون، الفتله حاجه شايفها دي سيتون، ده يعني حاجه بس تقل تم شوت فايبروز بالظبط. وبعدين ندخل بالقسطره او الاوبتيك فايبر بتاعه الليزر ونحرق النسور من جوه باستخدام الليزر. الاول بنقفل الغرزه الداخليه او الفتحه الداخليه للنسور باستخدام خيط عشان تتقفل تماما، نضمن ان مفيش حاجه تعدي منها في خلال اول يومين ثلاثه. وبعدين باستخدام الليزر نحرق هذا التراك. والليزر هنا بيعمل حاجه عظيمه قوي، انه بيوقع الجدران القديمه للنسور. احنا ده اللي احنا بنعمله بالجراحه، احنا عايزين نشيل هذه الجدران القديمه. هو بيعمل كده بالظبط، يطلع الليزر في شكل دائري يوقع الجدران القديمه اللي احنا عايزين نشيلها بالليزر، وفي نفس الوقت يقفل النسور. قريبه قوي لو حضرتك عارف من فكره علاج الدوالي بالليزر، ان احنا بندخل جوه الوريد ونقفله بدل ما نستأصله. دعنا نذهب في الجزء الثاني. كنت ابيض تماما في هذه الفقره، زبط. لم تقل لا رمادي ولا اسود، زبط. واضح انه جراحات المستقيم غالبا هي الابيض الاسود، فالرمادي مش جاي معاهم خالص. اوكي، تعال نشوف بقى، ربما يكون في الجزء الثاني بعض الجناة، ربما يكون كلهم براءه. هنشوف في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ ام عندها ابن يعاني من مشاكل خاصه بالامساك، الم ممكن نزيف كمان، وتدي له ملينات. دي متهمه ولا جانيه؟ متهمه. متهمه هي طبعا متهمه، لانها قد تكون ما تعرفش او بتسمع من جيرانها او من مامتها او حاجه انه اذا كان عنده امساك فده عادي وبيحصل لكل الاطفال، وتدي له شويه ملينات وكلام زي كده. والحقيقه هم لما بشوفهم بيقولوا كده. يعني مفيش ام جت بيبي عنده 4-5 سنين او طفل بقى عنده 4-5 سنين مجرد عنده امساك وجاب، لا ده بتقول انا اديته كذا وكذا 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 وكلام زي كده. هو وارد ان يجي للاطفال امساك بشكل كبير لتغيير طبيعه الاكل، كل شويه بيجرب حاجه جديده وحاجات زي كده. لكن هي متهمه لان قد يكون هذه الحكايه عرضه لمتلازمات كبيره، وقد تكون عرضه لامراض او عرض لامراض حاجات تانية دمها تقيل قوي. فلا طبعا هي اذا حصل كده فهي متهمه، ولازم تروح تكشف عند دكتور متخصص في الحكايه دي عشان يقول لها الامساك ده مجرد تغيير في الاكل وخلاص، ولا اذا كان معاه الم بزياده ممكن يكون شرخ شرجي، اذا كان معاه بعض الافرازات او حاجه زي كده او بروز بعض الاجزاء من الشرج او حاجه قد تكون حاجات تانية. فالحقيقه هي متهمه ولازم تكشف عند دكتور متخصص في هذه الحكايه طبعا. من يكتفي باعطاء المريض الذي يشتكي من الم حول هذه المنطقه مسكنات بس؟ قد يكون صيدلي، قد يكون مش متخصص، قد يكون حد من العيله يعني. جاني طبعا. جاني طبعا 100%. يعني انا اعتقد ان ده مش دكتور خالص، مستحيل دكتور يعمل كده، مستحيل. انا رايي كده. انا عشان كده قلت من بالظبط. هو اكيد حد قال له انا رحت عندي شويه وجع، طب خد الشام المسكن ده، خد الكريم المسكن ده. هو ده مش علاج خالص، بدليل انك اول ما بتخلصه بترجع تاني لنفس الاعراض. يعني الالم داخل الشرج
قد يكون من الأعراض المهمة جدا لتشخيص حاجات أكبر بكتير من إن واحد عنده بواسير أو عنده شرخ شرجي أو عنده نسور شرجي. قد يكون حاجات تانية دمها تقيل قوي، ولذلك المريض لازم ياخد باله من الحكاية دي. مش مجرد إن عندي ألم، والألم ده رحمة من ربنا، خلي بالك ده ريد ألارم بيقول لك أنت لازم دلوقتي تروح تكشف عند دكتور، مش تروح تاخد مسكن. الألم قد يكون عرضة لحاجات أكبر كمان من الشرخ الشرجي أو البواسير أو النسور. طبعا من يعتقد أن البواسير لها تأثير مباشر على القدرة الجنسية، ومن يعتقد أنه علاجها لها تأثير على القدرة الجنسية؟ متهم. مش عايزين نقول ده بيخرف. يعني مش عايزين أنه جاني قد يسمع. يعني أنا برضو أنا رأيي أنه متهم إذا كان حد غير طبيب. يعني كمريض بيسمع من حواليه. أوكي، ما فيش طبيب هيقول كده. يعني أحياناً بتقل يعني ده يبقى مذكرش بالظبط يعني. لا، هي ملهاش تأثير خالص الحقيقة. لكن هو في حاجة مشتركة وحيدة بس، إن إذا كانت الحكاية مؤلمة جدا، إذا كان في مشكلة في الشرج مؤلمة جدا جدا جدا، هي يعني يعني تعمل مناخ من الأريافة كده عند المريض يعني. فآه في الحتة دي موافق، لكن غير كده لا طبعا. من ضمن فوائد النهاردة إن أنت لبيت دعوتنا وجيت، إن أنت نقلت للناس فكرة ثقافة انهم يسمعوا كلمه نسور شرجي. أيوة، يسمعوا ايوه بالظبط طبعا، ويعرفوا ان الامراض دي منتشره طبعا. طبعًا. لان كل واحد على فكره عنده مرض زي ده، نوعيه دي من الامراض بالذات بيتهيألوا ان هو الوحيد اللي في العالم عنده. 50% من البوبوليشن عندهم المشكله دي. 50% نص الناس، نص الناس عندها مشكله في الشرج في مرحله ما من مراحل عمرهم. اوكي، ده كلام تكست. ده كلام كتب يعني. بالظبط. تعال نشوف بقى الجزء الثالث، لان احنا مليء المسائل بالاوهام. احنا خدنا جزء من الاوهام في الفاتت، لكن تعالوا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ دي قضيه مهمه قوي. يعتقد البعض ان الامراض المنقوله جنسيا، امراض السكشوال ترانسميتد، الامراض الجنسيه، تلعب دور مهم او تلعب دور يعني في احداث امراض خاصه بالمستقيم. الكلام ده صح؟ صح طبعا 100%. الهوموسيكشوال في الشواذ او في الاداء الشاذ. طبعا 100%. اداء الشاذ بين راجل وست يعني. طبعا. وطبعا يعني انا احييك لحد الصبح على اثاره هذه المنطقه. الحته دي احنا برضو ساكتين عنها شويه الحقيقه. الهوموسيكشواليتي موجوده، وبشوف ناس عندها كده وتعاني من هذه المشكله، ومية في المية بيحصل لهم مشاكل مرتبطة بالشرج والمستقيم من هذه الحكاية، كبروز بعض الوورتس أو الزوائد الجلدية كتير من برة وزيها من جوه من داخل المستقيم، وده 100% sexual transmitted disease. مفيش شاذ جنسي ما يعانيش من هذه المشكلات. مستحيل 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 بمعنى وده مستحيل. رد على الأغبياء اللي بيدعوا أن الشذوذ أمر ينبغي أن ننظر له على أنه شكل المرض دي، أو ينظر له على أنه يعني في حال حتة تعاون. تيجي واحدة غبية تقول لك أنا لي أصدقاء فيهم شذوذ أو شواذ. ترويج للهبل بالزبط. وترويج لقلة العلم. هذا قلة علم، لأنه لو بصينا مفيش شاذ مش هيعاني من هذه الأمراض. مستحيل مستحيل مستحيل. والأمراض دي خطيرة جدا. الوارت اللي هو السكشوال اتش بي هيوما بلوما فيروس 6 ده الوحيد من الوارت اللي بيقلب كانسر. هو اوريدي انا شفت ناس عندها كانسر. ولما دخلنا نعمل وارت اللي هو الزوائد الجلدية اسمه السنطة بالزبط. باللغة العربية السنطة. ولما بناخد مسحه عشان مثلا اسف انا بوقف الحكايه دي ليه؟ لانه الاعلام الغلط الغير محترف اللي مش علمي ممكن يقف قدام الحته دي مرتبك. هم في بعض الناس بتخاف من رده فعل بعض الشواذ الموجودين في حاجه خيبه. ما يعني حاجه خيبه لما راجل او حد بتاع يقول لك اصل ممكن يهاجموك ما يكش يولعوا. ولذلك ما شوف انا بحييك ليه، لان انا في مره كنت في احد اللقاءات التلفزيونيه، ولما بس الحته دي تلمح عنها قالوا لي لا ما تتكلمش في الحكايه دي. والله ما اعرف الكلام ده. لا قالوا لك لا ما تتكلمش. ليه بقى؟ ما مالناش دعوه. خافوا ما تفتحش علينا يعني احنا مالناش دعوه. مره فتحت انا القضيه دي لحد برضه لقيته بيقول لي على فكره هتتهاجم وبتاع. قلت له ما هتهاجم. هتهاجم من مين يعني؟ معلش نرجع.
احكي لنا بقى الحكايه دي، ايه الامراض يعني ازاي؟ نبدا من اول الورتس لحد الهيومن بابيلوما فيروس، نهايه بالاتش اي في بالايدز. اذا كنت من هذه الفئه سيكشوال او الهوموسيكشواليتي ايكوال، انت عندك مشكله في الشرج من الثلاثه الكبار جدا اللي احنا قلناهم ابتداء بالوردز، الهيومن بابيلوما فيروس او الاتش اي في. انت بقى وانت حر بقى بالظبط. هنا امراض خطيره جدا بالظبط. وطبعا برضو هذا الامر ينطبق على الممارسه الجنسيه الشاذه بين الرجل ومراته، 100% ده محرم وغلطه طبيا كوارث 100%. انا ببقى سعيد جدا بوجودي معاك، وسعيد جدا بجد يعني، من الناس اللي انا ببقى مبسوط لما بيقولوا لي انت لبيت الدعوه وجاي في طريق وموجود وبتاع. ربنا يخلي حضرتك. والحقيقه منظم جدا، وانا بشكرك، بشكر فريق اعدادنا ان هو اتناغم معاك بهذه الدرجه في مواضيع صعبه الحقيقه، وكان متناغم جدا وعارف هو ماشي فين وعارف المواضيع فين وبتاع والكلام ده كله. فده برافو عليهم جدا في الحكايه دي، وبرافو عليهم ان هم اقنعوك ان انت تيجي النهارده. ربنا يخلي حضرتك. انا متشكر جدا جدا ان انت النهارده لبيت دعوتنا. اسم كبير، اسم يعني اكاديمي مهم جدا جدا في مجالات الجراحيه ديت، ان يكون كمان اسمه منضبط علميا ومنضبط طبقا بيسموه البروتوكولات الطبيه او الايثكس الطبيه. دي كلمه مهمه عندنا احنا قوي 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 كتير قوي. ممكن جدا كان زمان نيجي نتكلم مثلا عن السكر، الاقي واحد طلع مره ورا في يوم كده لك العلاج النهائي للسكر بالظبط، الاقي دواء بيخلص على طول، ومره مغني غنى اغنيه الحكايه دي حاجه يعني. طبعا النهارده انا بقى شايط في الدنيا بالظبط. خلينا نروح بالظبط. نورتنا وقلتنا استاذ دكتور محمد النجار، الاسم الكبير في هذا المجال، كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم معنا سحر. الضعف الشديد في السائل المنوي عند الزوج، سواء قله عدد او انعدام حركه او تشوهات عاليه، دي كلها اسباب لازم تخليني اعمل حقن مجهري. يبقى انا حرام ان انا اخد واحده لمجرد ان عندها انسداد في قنوات فالوب ان انا اقول لها اعمل حقن مجهري على طول. ما ينفعش احرمها من فرصه الحمل الطبيعي مدى الحياه. لازم ادخل بالمنظار الاول واشوف المشكله فين بالظبط واحاول اعالجها. كلمه الحمل غير معلوم السبب او انكسبلين انفيرتيليتي، اللي هو كل حاجه سليمه ومع ذلك فيه ما بيحصلش. 30% من الحالات اللي بتعمل